شباب ورياضه الاتحاد اليد يقدم الاسباني باستور كمدير فني للفراعنه. طبعا حضراتكم عارفين انه فريق كره اليد تم تغيير المدير الفني السابق وتم التعاقد مع باستور المدير الفني احد اعظم المدربين في اوروبا. وبحضور وزير الشباب والرياضه تم الاعلان عن المدير الفني. تحس ان كره اليد كده بقت مديه كره قدم في نفسها كده شويه صح؟ يعني من كتر انجازاتهم ومن كتر الفريق المنتخب ما بيعمل انجازات فرحتنا بقت لعبه شعبيه حاسه انها زي كره القدم. من ايام كان المؤتمر الصحفي لتقديم الاسباني خوان كارلوس باستور المدير الفني الجديد لمنتخب مصر الرجال لكره اليد وتعامل بالمركز الاولمبي في المعادي. المؤتمر حضر الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكره اليد والدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه والدكتور محمد الامين رئيس الاتحاد المصري لكره اليد واعضاء مجلس الاداره. باستور هو قال ان احلامه مع منتخب اليد كبيره وملهاش حدود او سقف بس برضه في نفس الوقت قال ان الموضوع ده محتاج شغل كتير طبعا وان كل الناس تكون على قلب رجل واحد واكد ان اول حاجه بيستهدفها في الفتره اللي جايه هو فوز ببطوله افريقيا اللي جايه واللي هتكون في القاهره بدايه السنه الجديده باذن الله وهي مؤهله لاولمبياد باريس باذن الرحمن. طبعا هدف شرعي وهدف يعني مهم جدا لينا كلنا. وفي نهايه المؤتمر كان في صوره جماعيه للمسؤولين مع الجهاز الفني للمنتخب. كاميرا الابطال كانت موجوده في قلب المؤتمر الصحفي وسجلنا التقرير ده مع العديد من الضيوف. اتفرج على التقرير ده مع حضراتكم ونرجع لبعض تاني. الحقيقه النهارده بنكمل منظومه كره اليد المصريه، التخطيط الجيد، الرؤيه الجيده. ده المختصر اللي ممكن نقوله. كان في مدير فني سابق الحقيقه باروندو وهو بذل جهد كبير جدا وايضا مدرسه اسبانيه. احنا بنشكره جدا على الاداء واللي احنا وصلنا له. ده بيؤدي الى ان احنا بنفتح مرحله جديده. وصلنا الى مراحل في الفتره السابقه اللي بيها كان في بلان استضافه بطوله العالم لكره اليد وده كان انجاز نفكر نفسنا بيه دكتور حسن وانا معاه الحقيقه ممثل الحكومه المصريه. عملنا انجاز كان الدنيا كلها واقفه خالص ومفيش بطولات عالم ومفيش حد بيخرج من مكانه واوروبا مقفوله محدش ينتقل. قدرنا ان احنا نجذب العالم ونبني اسرى عظيمه من المنشات بدعم القياده السياسيه فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومه المصريه. في سنه قدرنا نعمل منشات كبيره وجديده واقنعنا العالم ما تخافش تعالى وهتيجي ونعمل اكبر بطوله عالم وقد كان. We start this week to work with 40 players to be A national team, B national team. Both groups start to play the same system. This is our plan. Also, junior national team need to play the same system. They need to wear, be ready to push it to get the 18. No, this is the program. To everybody can to play in the same way. The after, pues, we today, bueno, this week we start to know the players. They need to know me. How we play. To work like this, after we need to start with our goals. No, the first is to be a team, inside outside. After is to get the African Cup, to classification to Olympic Games. We continue to make a new plan to arrive in the best conditions possible to get our goals. يعني اول حاجه هو بيقولها اللي هو احنا بنبتدي نشتغل مع 40 لعيب مجموعتين A و B بحيث يبقى عنده فرصه كبيره يشوف كل اللعيبه المتاحه. وعندنا طبعا منتخب الشباب ومنتخب الناشئين. الهدف يبقى الاربع فرق دول بيشتغلوا بنفس السيستم بحيث ان احنا اي حد في المجموعه دي كلها يكون جاهز للدخول لاي وقت. فعشان نوصل للهدف الاكبر بتاعنا هو تحقيق ميداليه في الاولمبياد. فالهدف ده هيتاخد خطوه بخطوه. اول خطوه ان احنا بنشتغل كفريق واحد كمجموعه كامله بنفس السيستم زي ما احنا قلنا كده ال 40 لعيب منتخب الشباب ومنتخب الناشئين ونطور اللعيبه دي ونعدها مظبوط. اول هدف بالنسبه لنا ان احنا نكسب بطوله افريقيا في مصر ان شاء الله في يناير وده بقى يتطلب ان احنا نعد مظبوط ونشتغل مع كل المجموعه اللي هو قال عليها. بعد الهدف ده نخلص اول خطوه، الخطوه اللي بعدها تكون بقى تحضير الاولمبياد وبعد كده من ثم في الاولمبياد بقى التحضير لماتش بالماتش لغايه ما نوصل ان شاء الله لقبل النهائي وتحقيق ميداليه ان شاء الله. هي خطوه التعاقد مع باستور مدرب معروف على المستوى العالمي قاد منتخب اسبانيا بالفوز ببطوله عالم في 2005، مدرب له تاريخ بيعتبر من اشهر المدربين في اسبانيا وله مدرسته الخاصه اللي يمكن اللي ماسكين حاليا في اسبانيا يعتبروا تلامذته. فالحمد لله ان الاتحاد وفقنا ان احنا نتعاقد مع باستور
والواضح زي ما حضرتك شفتي وتابعتي في المؤتمر، لا هو عنده خطة، وطبعا ده احنا قعدنا معاه قبل ما نتعاقد وكده، وقلنا له طموحات الشعب المصري والقيادة واحنا كاتحاد والجماهير في كرة اليد ان احنا قريبين من تحقيق ميدالية يمكن حققنا مستوى رابع مرتين. المؤتمر الصحفي النهاردة كان معمول بطريقة محترفة جدا طبعا تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدعم الكامل اللي احنا بناخده منه، بوجود قامة كبيرة دولية زي الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي، طبعا عمل إضافة كبيرة جدا للمؤتمر. أعتقد أن هو كان محدد لحاجات معينة، لأسئلة معينة، كان واضح جدا الأسئلة، التوجه كله أن احنا عايزين ناخد ميدالية في أولمبياد باريس. عشان نعمل كده لازم نعدي على الأول بطولة أفريقيا في مصر في يناير 24. كرة اليد المصرية فرضت نفسها الحقيقة بنتائجها بتخطيطها. اللي بدأ الرحلة الطويلة دي كان دكتور حسن مصطفى، طبعا ربنا يديله الصحة، هو اللي بدأ هذه الطفرة منذ الثمانينات وأوائل التسعينات. حتى الآن الحمد لله كرة اليد المصرية فرض نفسها على الخريطة مش بس المحلية والرياضة المحلية، بس كمان على المستوى العالمي وكل المحافل الدولية سواء أولمبياد، كؤوس عالم، بطولات عالم. كل التوفيق لكرة اليد المصرية الحقيقة.